الاهداف لمباراه الاهلي الوحده، لعل اذا في مفارقه او ملاحظه، انه دائما الاهلي اذا فاز 4-5 تاكد انه 3 و4 وحتى كل الخمسه لعمر السومه. اليوم سجل الاول وفتح الباب لزملائه، سجل عبد الفتاح وفتفه وكذلك بصاص. عمر يعني نجم فوق العاده، اعتقد انه يعني عوده الاهلي سبب رئيسي فيها عمر السومه، لاعب مؤثر، لاعب هداف. دائما يمكن اعيد الى مقدمتك الجميله عن الكابتن ماجد عبد الله ونبارك له ونقول كل عام وانتم بخير وعمر مديد ان شاء الله. المهاجم الهداف الفعال الذي يجد الحلول امام المرمى هو العلامه الفارقه لاي فريق. يعني عندما تسترجع ذكريات ماجد مع النصر المنتخب تجد ان الحل وتقارنه ببقيه النجوم والمهاجمين علامه فارقه. الاهلي الان مع عمر السومه من موسمين والثالث اعتقد انه يعني فارق الاهلي. الحل اولا عند عمر السومه، تاثيره حتى تحرك. يعني يمكن شاهدنا هدف عمر السومه اليوم تسديده من خارج منطقه 18. انا ليش سالتك في البدايه عن انه لو جاب الاهلي خمسه العاده بيعتبر عمر السومه، اليوم ما جاب الا واحد؟ لانه دائما لاحظت انه احنا هنا على الطاوله وكل البرامج وكل الصحف، وفي ايضا تذمر الى حد ما من بعض الاهلاويين في انه يختزل دائما الامر في عمر السومه. اليوم حدث الفرق وانت لا زلت تتحدث عن عمر السومه. طبيعي تحركات، حتى تحركات عمر السومه بعيدا عن الهدف، بعيدا عن الهدف لها مؤثره. اذا الاهلاويين يتضايقون من عمر السومه لا، بس يقولون اعطوا اللاعبين الباقيين حقهم. بكل تاكيد انت الان تلاحظ حتى جروس، عودت جروس الان يمكن اول مباراتين ما كان يستطيع ان يعيد الفريق بشكل جيد، لكن يبدو الان لما سات كروس بدت تعيد الفريق الى وضعه الطبيعي. تحركات زملاء عمر السومه خدمت زملاء، شفنا حتى هدف عبد الفتاح عسير كيف وجوده، هدف مصطفى بصاص. يعني عمر لو ما يسجل يخدم. طيب هذا الفرق. طيب عمر طبعا لعب 52 مباراه، سجل 60 هدف وصنع 4 أهداف هذا في مسيرته مع الاهلي، وساهم في 67 هدف، رقم كبير. الموسم حتى الجوله الثامنه 11 هدف، 11 هدف وهذا معدل معدل اكثر. عندك محترفين في الانديه الاخرى هدفين، يا الله ثلاثه يا الله. والسعوديين بس المره هذه يمكن مفارقه انه في كم سعودي في القائمه، فهد مولد وناصر الشمراني. خلينا نشوف عبد الله بالنسبه لك.